مش هسيبك تخرج وانت في الحاله ديت، احنا مش ناقصين كوارث. عشان خاطري يا خالي دهد، واللي انت عايزه انا هعملهولك حتى من غير ما حد يعرف. انما اخرج وانت متعصب كده انسى. لو من وشي يا هبه ارجوكي، انا مش ممكن استنى بعد كل اللي عرفته ده. انت بتغشيني وعمي سعد مخونني، استنى ايه تاني؟ ايه اللي يخليني افضل في مكان كل اللي فيه مش مأمنني؟ اوعي يا هبه. انت عارف ان بابي اتغير كتير بعد الحادثه، وان القرارات اللي خدها في الوقت ده هو ما كانش مقدر انها هتزعلك او هتزعل انكل صفوت. عشان خاطري يا خالد اهدى، واللي انت عايزه انا هعملهولك. شوف ايه اللي يرضيك وانا اعملهولك، بس عشان خاطري انا وحسام الصغير ما تهدش كل حاجه في لحظه غضب ارجوك. عشان خاطر الولد الصغير اللي ملوش ذنب، بس انا هستحمل، انما مش عشان خاطرك انتي. انا صدمتي فيكي النهارده مش ممكن تتنسي ولا تتمحي بسهوله يا هبه. انا موافقه وهستحمل اللي تشوفه، بس ارجوك عشان خاطر يا حسام خليك معانا ما تمشيش. انا عشان افضل معاكم لازم نفتح مع بعض صفحه جديده، انا احط شروطها النهارده قبل ما اسافر، عشان ابقى مسافر وانا مطمن ان اللي حصل ده مش هيتكرر تاني. حاضر حاضر. معلش يا سعد بيه، لولا ان انا عارف ان الموضوع يهمك جدا ويعتبر تطور بالنسبه لنا في قضيتك، ما كنتش طلبت حضرتك تيجي هنا تاني بالسرعه دي. شكرا على اهتمامك. خير؟ اول خيط في لغز القضيه ظهر من ساعتين تقريبا، موظف لمخازن شركه الشرق. المخزن لقينا فيه الموتوسيكل التالت. مخزن شركة الشرق؟ ابعتوا لي عبد السميع بسيوني بسرعة. سعد بيه، يستحسن انك تسمع اعترافه تاني معايا. تمام سعد. اتفضل انت دلوقتي يا عاصم. تمام. بس رايح مع عبد السميع. شكرا يا معالي الباشا. انا عايزك بقى تعيد عليا كل اللي قلته في التحقيقات تاني، بس بالراحه وواحده واحده وبصوت واضح. حاضر يا باشا، بس انا مش فاكر التوقيت بالظبط والله العظيم، وانا عارف ان هو مهم بالنسبه لكم. خليك في المهم يا عبد السميع. الاتفاق. الاتفاق؟ الاتفاق ان انا اخد الموتوسيكل ادخله المخزن واخد 1000 جنيه. لقيتها شغلانه سهله وبسيطه، وافقت على طول. والاتفاق ده كان مع مين؟ بيه محترم قوي، باشا عدم المؤاخذه. لسه لحد دلوقتي برضه مش قادر تفتكر اسمه؟ هو مش فاكره، هو اصلا ما قالوش. المعلومه دي بقى بالذات انا فاكرها كويس قوي، لان لما سالته شخط فيا وعينيه احمرت وقال لي مش شغلك يا بني ادم. بعد اذنك يا باشا. الباشا او الراجل اللي انت قابلته ده كان شكله ايه؟ شكله باشا وريحته حلوه وهدومه اخر شياكه. انا مش بسالك عن ريحته، بسالك عن شكله. ابيض اسود تخين رفيع. كان متلتم مش كده يا عبد السميع؟ مش متلتم، متلتم هو كان حاطط كوفيه واكله ربع وشه، وكان بيتهيألي كمان انه كان متخن صوته علشان خايف ان انا اسمع صوته الحقيقي. وفي التحقيقات الأولانية ما قلتش الحكاية دي كلها على بعضها ليه؟ قلقت يا باشا لما عرفت الموتوسيكل ده في قضية سعادة الوزير، قلت أكيد دي مصيبة كبيرة، لكن والله العظيم لو أعرف إن الموتوسيكل في الحدوتة دي كلها أنا كنت مسكت الباشا ده وبلغت عنه، واللي يحصل يحصل. اسمعي يا بني. اتفضل. الراجل ده أنت قابلته فين؟ قابلته قريب من المخزن بتاع الشركة، على الطريق بتاع مصر إسماعيلية، بعد الوردية بتاعتي ما خلصت. حتى هو ما كانش لوحده، ده كان معاه شاب طول بعرض، هو اللي ندهلي وقال لي البيه عايزك في العربيه، ووداني لحد عنده. العربيه كان نوعها ايه؟ اكذب على سيادتك لو قلت لك نوعها ايه؟ احنا ما بتفرقش عندنا ماركات العربيات. يا بيه انا كنت بكمل عشاء نوم، وال1000 جنيه اللي خدتهم دول رفعوني من 7 ارض بدروم كنت عايش فيه لسطوح شرح وبرح بشوف حي القلعه منه. بس عشان ما اكدبش على سعادتك، هي كانت عربيه فخمه وكبيره. طب لونها؟ مش فاكر لونها يا عم عبد السميع. هي العربيه كانت فاتحه
والبيئة الله يخرب بيته اللي كان قاعد فيها كان مولع نور العربية لجواني، وأول ما وصلت له راح طفيه. يا سعد بيه، حضرتك عندك أي أسئلة تانية؟ سؤال أخير. اتفضل. الباشا اللي أنت قابلته كان راجل كبير ولا شاب صغير؟ هو في سن حضرتك كده، يجوز أكبر سنتين ثلاثة، أصغر سنتين ثلاثة، لكن شاب لا، حتى لو أخرس مش متخن صوته. مش معنى أنا دي اللي أنت متأكد منها أوي؟ لأني لما مديت إيدي أخد منه الفلوس لمحت شعر أبيض في سوالفه لناحيتي. طيب يا أحمد سوري، اتفضل استنى بره عند المقدم عاصم. شكرا يا فندم. إيه رأيك يا سعد بيه؟ زي ما قلت لحضرتك في الأول، الحكاية دي مش ممكن يبقى وراها عفان الوشي. واضح إن اللي حط الموتوسيكل في مخزن عفان الوشي عايز يلبسها له بالقصد، وواضح إنه ذكي جدا. ذكي جدا إزاي وإحنا كشفنا حالته بالسهولة؟ ما هو لو ما كانش ذكي جدا كان لما حط الموتوسيكل في المخزن كان بلغ عنه، لكن هو ما عملش كده. ليه بقى؟ لأن هو عارف ومتأكد إن هتحصل جرح أو تفتيش أو أي حاجة هتخلي وجود الموتوسيكل لغز لأصحاب الشركة، وبالشكل ده الأمر يوصل للأمن بشكل طبيعي جدا وبدون ترتيب. ده نمرة واحد. نمرة اتنين بقى، اللي عمل الحكاية دي عارف شكل الخلاف اللي بينك وبين عفان الويشي، وعارف ان ممكن دماغك توصل للحكاية دي لما تعرف ان الموتوسيكل عنده. دلوقتي بقى سعد بيه دايرة المجتمع فيهم قلت شوية، ياريت سعادتك بقى تركز كده وتحاول تفتكر اي تفاصيل تساعدنا على حل اللغز ده. في حاجة تمت في قضية خليفة هنداوي؟ احنا شغالين فيها وان شاء الله قريب هنوصل لنتائج كويسة. اظن كلامي واضح يا هبة، مش محتاج اقوله تاني. ها؟ لا خلاص اطمن، عشان خاطري انا وحسام. خلي بالك من نفسك عشان ترجع لنا بالسلامة. حاضر يا حبيبتي. خالد، بالنسبة لموضوع الخروج والشغل اكمل عادي ولا ايه؟ طبعا تكملي، انت عايزاهم يعرفوا ان انا خدت خبر ويطلع شكلك وحش قدام العيلة ولا ايه؟ حاضر اللي تشوفه. حسبي حبيبتي. ايه يا عم خير؟ النشوة مالها؟ لا اجهاد زيادة بس، ساعدي ماما اني كنت طلعها اوضتها. حاضر يا بابا. ألف سلامة ليك يا حبيبتي. انت ما سافرتش ليه؟ لا ابدا، ده انا هتحرك دلوقتي اهو، هعدي على بابا اخده ونسافر على طول. حضرتك تأمرني بحاجة عمي؟ لا مع السلامة. بعد اذن حضرتك. سعد الدالي بيوسع الدايرة وبيقوي عظم العيلة ومش حطك في حساباته، يكون شاكك في حاجة؟ أكيد مسألة أبويا وعدم كتمانه السر دي حاجة مكشوفة قوي، بس أنا برضو مش هسيبه دمر لي التخطيط اللي أنا بخطط له. خليه هو يجمع العيلة ويكبرها، أنا برضو اللي هحكمها في الآخر. صبر طيب يا كبير العيلة. هو في سن حضرتك كده يجوز أكبر سنتين ثلاثة، أصغر سنتين ثلاثة، لكن شاب لا،
حتى لو اخرس مش متخن صوته. انا كنت بغير صوتي وحاطط منديل على بقي زي بتوع السينما. أبو النجا مهنس. ألو ألو يا رفي، إيه طمني إيه الأخبار؟ لا أبو النجا مهنس ما يخشش بيتي ولا أنا أروح عنده، لا أشوفه في مكان بره زي ما قلت لك. طيب أنت هتقعد في المجموعة لحد إمتى؟ يعني لو في جديد كلمني. مع السلامة. أيوة تعالي. أيوة هبة خش تعالي. أنا بس مش عايزة أعطل حضرتك. يا لا عطل ولا حاجة. نشوى إزاي؟ نامت. شكلها واخدة مهدئ جامد قوي في المستشفى. بس ده أنيسة جنبها فوق. انت مالك وانت داخلة كده بتقدمي رجلي وتأخري رجلي؟ زي ما يكون في حاجة عايزة تقوليها وخايفة. أصل أنا عملت كارثة. كارثة؟ أنا هحكي لك على كل حاجة بصراحة عشان حضرتك الوحيد اللي هتقولي أعمل إيه. أصل أنا يا بوبي ما بقتش فاهمة حاجة خالص. يعني عايزك تتجسسي علينا وتنقلي له اخبارنا؟ مش بالظبط طبعا. امال ايه؟ فاهميني. خالد عايزني احكي له على كل حاجه خاصه بالشغل بتاعي اللي حضرتك مكلفني بيه، وفي نفس الوقت اقول له على اللي بيحصل في اجتماعاتنا اول باول. وليه بقى عايزك تحكي له اللي بيحصل اول باول؟ ما انا قلت لحضرتك اني مش فاهمه حاجه. يا هبه انا لسه راجل في كامل قواي العقليه والحمد لله. جوزك ملوش حاجه عندي، اوزع عليكم شركات مصانع اكلفكم بمشاريع انا حر، ده مالي. وبصراحه جوايا احساس من ناحيته مش قادر اغيره من ساعه ما مد ايده عليكي. حسيت انه ما حافظش على الامانه اللي انا اديتها له. بس بصراحه الواد شاطر في شغل المجموعة، ما بيغلطش. شوف يا هبة أنا بكررها لك، جوزك أكيد ملوش حاجة عندي، بس كزوج ليكي أكيد له حقوق كتير عندك ولازم توصله. هسهلها لك عشان ما تضطريش تكدبي عليه أو تحت ضغط منه تقولي له إيه اللي بيحصل في اجتماعاتنا. أنا هعفيكي من الاجتماعات، وتعليماتي ليكي في الشغل هتبقى في اجتماعات بيني وبينك لوحدينا. ارتحتي؟ الحمد لله. حضرتك كده زحت كابوس كبير قوي من على قلبي. انا النهارده كنت حاسه ان انا عامله زي التلميذه اللي عامله وعشان تخبي عليها بتفتن على كل زمايلها اللي في الكلاس. يا سلام على التشبيه. خلاص دلوقتي مش هتضطري تفتني ولا تكذبي ولا للاجراءات الامنيه اللي كنت بتعمليها عشان تخرجي من ورا جوزك. دلوقتي تقدر تشوفي مصالحك ومصالح العيلة في أي وقت. مش عارف أنا كان إيه لازمتها الصربعة دي؟ ما كنا استنينا شوية ولا الخشب كان هيحمض لو استنى؟ أنت بتقول فيها الخشب اللي إحنا جايبينه من بره ده لو بات في الهوا ياخد إنفلونزا. إيه ده؟ لا ده ليه ليه؟ ده كمين. وده وقته؟ طب خير يا فندم، ممكن اشوف الرخص؟ اه حاضر، ثانية واحدة. اتفضل يا فندم.
على فكره عربيتين النقل اللي ورانا دول تبعي انا وهاني بيه الزكي، حفيد الزكي باشا وزير الاشغال السابق. اهلا وسهلا بحضرتك. العربيه دي محمله ايه؟ خشب. احنا لسه واصلين اهو من السويس. اهلا وسهلا بحضرتك والحمد لله على السلامه. الله يسلمك. ممكن تفتشوا العربيات دي كويس؟ خير يا حضرتك. صبر، دي اجراءات امنيه مش اكتر. لقيتوا حاجه؟ مش حاجه فعلا. نقدر نمشي سعادتك؟ انا معلش اسفين للعطله. اتفضل حضرتك. شكرا جدا، ربنا معاكم. يلا بينا يا حبيبي، يلا بينا. اتفضلوا. افتح لهم، افتح لهم الطريق. هي دي الطريقة اللي بتقابل بيها ضيوفك اللي بيجوا لك بيتك لأول مرة، ولا دي طريقة مهذبة بتقول لي بيها إن وجودي هنا غير مرغوب فيه؟ اتفضل يا سعد بيه، أنت مش محتاج عزومة. البيت بيتك. هشوف إذا كان البيت بيتي ولا لأ، خصوصا إن أنا جاي لك من غير ميعاد. بس ما تقلقش، أنا مشاعو كتير، أنا عندي ميعاد تاني. بقيت حقك اللي سبته الصبح في المجموعة. أنا يجوز اترزمت عليك الصبح، بس حقك لازم تاخده عشان ربنا يبارك لنا احنا الاثنين. دي مسودة كتابك يا سعد بيه، المرة دي ما تدورش يوصلوا لها، وفي النهاية دي قصة حياتك، من حقك تنشرها بالشكل اللي يعجبك. واضح إنك بقيت أهدى من الصبح، وده خلينا ممكن نتكلم مع بعض بشكل أحسن. اتكلم أنت يا سعد بيه. انا خلاص ما بقاش عندي كلام اقوله. ما انا قلت لك اني مش فاضي وعندي ميعاد. انا جاي لك مخصوص عشان اقول لك اننا هنأجل نزول الكتاب شويه. ودي طبعا لعبه جديده ليها غرض جديد. ايوه، وما تستغربش، احنا لازم نرجع صراحة مع بعض زي زمان. انا هأجل نزول الكتاب، بس في نفس الوقت هعمل له حملة دعاية ضخمة عشان الناس تفضل متشوقة، وده الغرض في نفسي. وما تسألنيش ليه، لأن مفيش مخلوق في الدنيا يعرف أنا بعمل كده ليه غيري أنا، وأنا متعشم إنك تقف جنبي في الموضوع ده. تصبح على خير. يا ريت تشوف مكان تاني تشيل فيه المسودة يكون أأمن من هنا. سعد بيه، مش ودي خليها معاك، انا مش هقدر احميها او اكون حارس عليها اكتر من كده. انا علاقتي بالمذكرات دي خلاص انتهت. ولو قلت لك ان ده رجاء شخصي مني؟ الشغل ما فيهوش رجاء شخصي ولا خواطر. رجاء شخصي مني. حاضر، هشيلها لك، بس مش كتير، الا اذا قررت تفتح لي قلبك وتكشف لي ورقك بجد، ساعتها بس هشيلها لك جوه جلدي. كنت متأكد إنك مش هتتخلى عني وهتكمل معايا للنهاية. هلا، مجرد إحساس وصح معايا. تصبح على خير. وأنت من أهلي.